طيب لو قلنا لك كده عايزين نعمل كده حاجة تمرينة كده بسيطة الناس تعملها معانا في البيت تبقى ايه؟ نعمل ايه؟ احنا ممكن نعمل تمارين نعمل رياضية حاجة مثلا. كده مع بعض؟ اه دلوقتي اتفضلي. اوكي، ممكن نعمل حاجة معاكي؟ يا ريت. طب يلا يا هي ديفا حركات سهلة اتفضلي. جدا جدا، اي حد ممكن انا ينضم والله الينا لسه ويعملها. متمرنة امبارح وجسمي تعبني جدا من التمرين. طيب انا وانا محتاج الميوزك، يعني محدش ممكن هينضم. عشان والله كمان سهلة، يعني والله عشان دينا كانت قايلة انا هنضم فعشان او كده. هم قالوا لي قولي لياسمين، لا وانت هي قلتي ياسمين انا ما تروحش هنضم. الجيم، انا طب انتوا بروح والله. ما تيجوا انتوا الاثنين معانا ونعمل دلوقتي، هتبقى فقرة جميلة جدا والله. حاولوا طب حركتين انا مش واقعدوا. هكسفك والله، يلا حركتين قومي. واقعدوا، وانا يلا والله بينا. يعني غصب عني انا مش مش هعرف اقوم عشان سبب ما بجد. اتفضلي اعمل ماشي، ايه؟ احنا محتاجين بس ميوزك. يلا هرقص بينا ولا والله ايه؟ لا نجهز خالص. الميوزك. ده كتمرينته كل يوم صحيح 5 minutes. يعني انا بجد بحييك وبحييك يا دينا عشان بالشافو ما شاء الله عرفتي تعملي الحاجات دي. يعني انا بوجه رساله لستات البيوت دلوقتي، انتوا مالكوش حجه ان انتوا تعملوا التمرين ده لان دينا عملته بالطالون بالطالون. فما فيش اي حجه. يعني سهل وفعلا وبسيط. بجد بيخرج طاقه بيفكك. مبسوطه؟ مش لا حاسه لا اني احسن مبسوطه انا، بجد؟ لا انا بحب الرياضه جدا وعارفه ان هي مفيده جدا صحيا ولكل ست، سواء ان هي بتحمي كمان من الاسترس، بتحمي من، بتخلي مزاجك حلو، بتفكري كويس، فانا بشوفها مفيده ويا ريت كل واحده فعلا وكل راجل برضو، بس الرجاله دايما مهتمين باجسامهم عن الستات ده حقيقي، وبالرياضه، ده حقيقي. فحاجه ممتعه بصراحه لا لذيذه.